الأشغال هي محل هذا المجلس والانتباه اللي كونه هو اللي خدم أليبي خدم غطاء لحركة النهضة للسنتين. هم مولى عطاء وكلا كنتم من الهالكين ولولا قضاء وكلا كنتم من الفائزين وأنت أجل وأعظم وأعز وأكرم من أن تطاع إلا بإذنك ورضا بحكمك وقضائك. اللهم اجعل هذا العيد عيدا نصرا وتمكينا. اللهم اجعل هذا العيد عيدا نصرا وتمكينا. اللهم انظر إلينا بعين الرحمة والرضا. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك. اللهم الحقنا بالشهداء. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين وامسح دموع هذا الشعب العظيم. وإن شاء الله سنصلي العيد في اعتصام الرحيل في هذا المكان. نصلي العيد بإذن الله أئمة الزيتون المعمور. سنصلي العيد وسينصرنا الله بإذنه جل وعلا. إذا مت قبل مماتي ولم تجدوا قاتلي في سهول البلاد ولا ذله في عموم الحياة، وها لكم أن أموت شهيدا بغدر الطغاة، فإني أشير إلى نهضة كالسقوط معارضة أن أكون كما وطني أو أكون كما كلماتي. أريد أن أقرأ رسالة نتوجه إلى الرأي العام الخارجي، إلى رؤساء الدول وملوك الدول والسفراء والمخابرات اللي ممكن موجودة هنا، أقرأها حتى يكفوا عن دعم هذه الحكومة الإرهابية. نحن نتحدث عن الدولة المدنية وهم يتحدثون عن دولة الخلافة. نحن نتحدث عن دولة القانون وهم يتحدثون عن دولة الشريعة. نحن نتحدث عن التداول السلمي على السلطة وهم يتحدثون عن التمكين الإلهي. نحن نتحدث عن الديمقراطية وهم يتحدثون عن الشورى. نحن نحلم ببناء وطن للمواطنين وهم بصدد بناء إسطبل للرعية. وشدته
وكذلك وكذلك الإسلام لما جاء لمكة ما لقاش دولة فبنى دولة، هو مجاء وطولس لقاه دولة، فإذا بهم يحبوا يكسروها ويحبوا يحطموها.